خلوني أستأذنكم، هنروح لتقرير ثم فاصل. حدوتة 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 حب، يعني جمعت اتنين من أبطال العالم للكاراتيه، ودول من ضمن الناس اللي احنا نسميهم نسميهم انه قادرون باختلاف. والله، وهم فعلا قدروا يحققوا العديد من البطولات على الكرسي المتحرك، فأصبحت الزوجة كابتن فاطمة أحمد هي أول سيدة عربية إفريقية تحرز ميدالية في تاريخ الكاراتيه للقادرين باختلاف أو أصحاب الهمم. وزوجها الدكتور محمد اللقاني هو أيضا بطل العالم في الكاراتيه وأيضا من القادرون باختلاف. هنشوف تقرير حلو وعذب جدا جدا إلى أبعد الحدود، وفاصل ونكمل الكلام. أنا اسمي دكتور محمد اللقاني، بطل عالم في الكاراتيه، حاصل على الميدالية الفضية سنتين على التوالي الحمد لله في 2018 و 2021، حاصل على تكريم سيادة الرئيس فتح السيسي وسام الرياضة في 2018، الحمد لله أول بطولة العرب 2018 وأول بطولة الأهلي الدولية 2016، وفي منتخب مصر يعتبر أول لاعب حركي رجال يشارك في منتخب مصر من 2016. أنا بلعب كاراتيه وأنا عندي 12 سنة من سنة 92 قبل الحادث. أنا حصل لي حادث سنة 2000، حادث كبير جدا يعني، كان على طريق راس صدر، والحمد لله رب العالمين ربنا نجاني من الموت يعني الحمد لله. فقعدت 5 سنين ما بتحركش، كان عندي ضمور في العضلات نتيجة أن 5 سنين ما بتحركش من على السرير خالص. فبدأت سنة أحاول أتعلم المشي، أقوي عضلاتي، أمشي بالمشاية وبعد كده عكازين، بعد كده أبدأ أنزل السلم لحد الحمد لله 2007 بدأت أتحرك وأنطلق وأكمل شغلي بقى. أنا ساعتها كنت في كلية تجارة في ساعة تانية، كملت كلية على التوازي مع الشغل الحمد لله. أنا فاطمة أحمد، تمهيدي ماجستير، بطلة العالم في الكاراتيه، زوجة الدكتور محمد اللقاني، أول لاعبة في تاريخ لعبة الكاراتيه حركي بنات تحصل على ميدالية عالمية في لعبة الكاراتيه متحد الإعاقة. أنا ابتديت لعبة الكاراتيه من 92، كنت بلعب مع غير متحد الإعاقة. أنا كده عندي شال أطفال من وأنا صغيرة، بس كنت بلعب مع أخواتي في الكاراتيه مع غير احتياجات خاصة. وقفت لأن حصلت لي حادث برضو سنة 2000 أثر على أدية وكده، فوقفت خالص وكملت دراستي وكده. وبعد كده لما عرفت بعد ما تزوجت دكتور محمد أن الكاراتيه دخل متحدي الإعاقة، فأصريت أن أنا أشترك في الكاراتيه. الحمد لله عرفت أن تم إدراك الكاراتيه، الكلام ده عرفته في 2015، تم إدراك الكاراتيه في الاتحاد المصري للإحتياجات الخاصة أن في كاراتيه المتحدي الإعاقة، تمام، وده بناء على الاتحاد الدولي بفضل الله تعالى. فروحت على طول على البنك الأهلي، نادي البنك الاهلي، وبدات اتدرب، بدات لسه اتعلم حاجه جديده. طبعا كان الموضوع صعب عليا جدا، لعبت الكاراتيه وانا واقف على رجليا، تمام، بعد الحادثه دي قوانين مختلفه خالص، حركه الكرسي هي حركه رجليا خالص. فاتدربت من اول خالص مع كابتن محمد عكاري، والحمد لله رب العالمين بفضل الله تعالى مشيت في الطريق. ما في شهرين ثلاثه الحمد لله رب العالمين استعدت بقى كل الذكريات، الطاقه اللي عندي، انا بعشق الكاراتيه، ولقيت الطريق ليا للانطلاق. فالحمد لله خدت اول بطولة الأهلي الدولية في 2016، وبعد كده دخلت المنتخب الحمد لله، وبعد كده الحمد لله توالت البطولات. سبحان الله، يمكن اللي جمعني مع دكتور محمد ان في حاجات كتير قوي قوي مشتركة ما بيننا احنا اصلا ما كناش نعرفها. يعني ان هو بيحب الكاراتيه وكان بيلعب من قبل الإعاقة، وانا كمان كنت بحب الكاراتيه وبلعب من قبل الإعاقة، لا سوري، يعني من قبل الحادث. حصل له حادث سنة 2000، أنا كمان حصل لي حادث في سنة 2000. هو بيحب التحدي وبيحب المغامرة، ما بيحبش حاجة اسمها مستحيل، وأنا برضو نفس الكلام. سبحان الله، يمكن ده اللي جمعنا مع بعض وإحنا مش عارفين. أنا حابب أقول حاجة بس مهمة جدا، رسالة. أولا اللهم لك الحمد، شكرا، بحمد ربنا جدا وبشكر ربنا جدا إن ربنا من عليا بالحياة، من عليا بان انا اكمل حياتي، من عليا ان انا في حياه دلوقتي. لو حضرتك هتسالني انت كنت هتحقق الانجاز التاريخي دوت او النجاح ده وانت غير متحدي الاعاقه، كنت اقول لحضرتك بمنتهى الصراحه لا. دي رساله ان اي ابتلاء، اي الم، اي حاجه تحصل لك، اي تحدي في خير، بس انت اصبر وسع وكمل، ربنا هيكرمك كرم كبير. احب ان احنا نعمل قصتنا
أنا ومحمد فيلم، هتبقى قصة قوية فيها حاجات كتير جميلة، وهتبقى قصة قوية إن شاء الله. إحنا ممكن نمثلها عادي، مش هنكلف المنتجين أي فلوس.